أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معاكم، مستمرين في متابعتنا عن قرب لكل تطورات انتشار جائحة كورونا وتداعياتها محليا وعالميا. مشاهدينا، ما زال الوضع الوبائي في البلاد وبحمد الله يعني يشير إلى انخفاض في معدل الإصابات اليومية وأيضا ارتفاع في عدد حالات الشفاء، وهالشيء خلينا طبعا نحافظ أكثر على التزامنا بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتنا وأيضا سلامة وسلامة من نحب، وتجنب الإصابة بعدوى الفيروس والالتزام بدورنا ومسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على متانة القطاع الصحي وطاقته الاستيعابية وطاقة كوادرنا في الصفوف الأمامية اللي يواجهون المرض منذ ظهوره ويتعاملون معه ميدانيا. مشاهدينا، نحب أن ننتهز هذه الفرصة وتقدم أسرة برنامج معاكم التحية لمعالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، ونتمنى له عاجل الشفاء بعد تعرضه لحادث تعثر أدى إلى كسر في الكتف. كذلك نتمنى عاجل الشفاء لوكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا من إصابته بكوفيد-19. مشاهدينا، نشوف إحصائيات الإصابات اليومية اللي أعلنت عنها وزارة الصحة خلال 24 ساعة الماضية. تم الإعلان عن شفاء 285 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 143,926 حالة، في المقابل تم تسجيل 204 إصابات جديدة، وأصبح إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد 147,979 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة بهذا المرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 921 حالة. مشاهدينا، نحب ننوه إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها اعتبارا من يوم الثلاثاء راح تستأنف مؤتمرها الصحفي من مستشفى جابر لتعزيز التواصل مع المجتمع حول آخر التطورات في مواجهة هذه الجائحة. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدين، يعني نترقب جميعا وصول اللقاح المعتمد ضد كوفيد-19 وسط استعدادات كبيرة وأيضا جهود حثيثة من وزارة الصحة، ورغم أن اللقاح يعني أعطى الأمل بقرب التوصل لحل أزمة كورونا وتجنب الإصابة بالعدوى، إلا أن الاشتراطات الصحية يعني تظل دائما عامل الأمان الأول، وأخذ اللقاح لا يعني التراخي في أخذ الاحتياطات الصحية، بل أن اللقاح يعتبر خطوة من خطوات العودة للحياة الطبيعية. من الجميل عودة الحياة إلى طبيعتها، والأجمل أن تعود بدون فقد أو خسارة للأحباء، وذلك لن يتحقق إلا بعد تطبيق الإجراءات الصحية الكاملة والالتزام بالوعي اللازم والكافي للوقوف جنبا إلى جنب وعبور هذه الأزمة بسلام. النصائح الذهبية هي حجر زاوية، مو فقط للاحتواء واستمرارية الاحتواء، ولكن لاحظها هي أدت لانخفاض الإصابات ومضاعفات الإنفلونزا الموسمية، لأن المجتمع صار عنده ثقافة جديدة، ارتداء الكمام، تجنب المصافحة والعناق والقبل، التباعد الاجتماعي. حتى عندما تلقي اللقاح يجب عليهم اتباع الاشتراطات الصحية من لبس كمام وتباعد اجتماعي، إذا توقفنا عن اتباع أي من هذه الاشتراطات في أي لحظة حاليا بعدم وجود مناعة مجتمعية للمرض راح نرجع للمربع الأول اللي كنا عليه. التطعيم ضد الفيروس المسبب لكوفيد-19 هو النهج المثالي لتحقيق المناعة الجماعية، تخلق اللقاحات مناعة دون التسبب في المرض أو المضاعفات. إذا تحققت المناعة الجماعية فإنها ستوفر إمكانية حماية المجتمع بشكل عام من المرض. عملية البدء في إنتاج كميات كافية راح تغطي عشان تغطي سكان العالم كمية طبعا كبيرة جدا، وتحتاج إلى وقت ليس بالقصير. والأمر الآخر أن بمجرد وصول اللقاح هذا طبعا فيها جرعتين، المناعة طبعا حسب بعض الدراسات تأخذ وقت بعد الجرعة الثانية. الأمر الآخر اللي بركز عليه هو تحقيق المناعة، ما يسمى بمناعة المجتمع، هني راح نحققها في حالة تطعيم أكبر أو نسبة كبيرة من المجتمع. الفيروس ما زال عدواً مجهولاً، وتوفير اللقاح ليس النهاية له،
حيث يؤكد خبراء الصحة أن إنتاج لقاح لكوفيد-19 في حد ذاته ليس كافياً للقضاء على الوباء، وأن معدل التحور السريع للفيروس يقلل من إمكان إنتاج لقاح فعال يستمر تأثيره لفترة طويلة. هذا ما يجب أن يعلمه المتهاونون. مشاهدينا، حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستديو الدكتور أحمد المطوع، مدير إدارة منع العدوى. دكتور أحمد، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا، وسعداء جدا بوجودك معنا في برنامج معكم. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا. بداية يعني دكتور أحمد، يعني طبقا للإحصائيات اليومية يعني لعدد الإصابات وأيضا حالة الحالات المتواجدة في العناية المركزة، أين نحن من منحنى خطورة هذه العدوى؟ ولله الحمد حاليا بدأنا بالتفاؤل، ولكن تفاؤل الحذر لازلنا. الأعداد في تناقص بالنسبة لحالات إشغال الأسرة، حالات إشغال أسرة العناية المركزة أيضا أقل، الوفيات في آخر فترة ولله الحمد أقل من أول. فكل هذه الدلائل على أن الحالة داخل الكويت حاليا مع تطبيق الاشتراطات الصحية في مختلف القطاعات، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة، أتى بنتائج جيدة. لا شك يعني دكتور أحمد أن الآن نحن في تسابق من قبل الدول وأيضا الشركات، تسابق اللقاحات. يعني كيف تقرأ هذه نوعية اللقاحات الموجودة الآن على الساحة؟ اللقاحات هذه طبعا ما جاءت إلا بعد دراسات مستفيضة. في لقاحات خذت التقنية القديمة، وفي لقاحات جديدة نسبيا أو لم تكن تستخدم من قبل لتكوين لقاحات، مثل ماسنجر RNA vaccines اللي شركة فايزر وموديرنا اشتغلوا عليه. هذه فعلا لقاحات جديدة ستعمل ثورة في عالم اللقاحات، وأيضا في مقاومة بعض الأمراض منها كما أتوقع الكانسر أو السرطانات. هل جميع اللقاحات الآن اللي في السوق يعني دكتور أحمد، والتي تم اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، يعني هل ستنتشر بالعالم أجمع؟ يعني هل هناك محددة؟ يعني الآن إذا تحدثنا عن دولة الكويت، أي اللقاحات المتواجدة الآن وسوف يتم تسليمها لوزارة الصحة؟ حاليا وزارة الصحة هناك لجنة عليا طبعا لاختيار هذه اللقاحات. اخترنا لقاح فايزر ولقاح موديرنا ولقاح الأسترازينيكا اللي حصلوا على الـ FDA approval أو الموافقة حتى من الـ FDA داخل الولايات المتحدة. كان فايزر أول واحد، موديرنا توه ماخذ، وأسترازينيكا نتوقع أنه قريبا. فبإذن الله فايزر راح يكون موجود وراح نبدأ في داخل الكويت في توزيعه على المواطنين والمستحقين لهذا اللقاح. هذا بما يتعلق بلقاح فايزر يعني دكتور أحمد، وزارة الصحة اعتمدت هذا اللقاح رسميا، يعني أين وصلت استعداداتكم أيضا للوصول إلى هذا اللقاح؟ حاليا جهزنا بعض المواقع لاستقبال المواطنين والمقيمين في هذه المواقع لتطعيمهم. طبعا لما يكون في لقاح تبي تعطيه على نطاق واسع مثل الكويت كلها تبي تغطيها، لازم يكون في استعدادات لوجستية بالأول، من ناحية تنظيم المكان، تنظيم كيفية مرور الناس في المراحل المختلفة داخل هذا المكان من غير أي تزاحم، مع تطبيق الاشتراطات، طريقة الحفاظ على نوع الفاكسين. مثلا الفايزر يحتاج إلى معدات خاصة وطريقة خاصة ل سواء إعداده أو تخزينه. هذه سوف تكون يعني الآلية التي سوف تعمل بها تطعيمات دكتور؟ طبعا هناك آلية موضوعة مشاركين فيها عدة قطاعات من وزارة الصحة لضمان توصيل الفاكسين إلى المستحق وهو بفعالية كاملة. جميع المحافظات دكتور؟ جميع المحافظات. أول راح نبدأ في عندنا المجهزين تقريبا في مشرف في أرض المعارض، وفي عندنا في المنطقة الشمالية في الجهراء، وفي بالصوب الأحمدي. ما هو التفسير العلمي دكتور يعني الانخفاض أيضا الإصابات وأيضا استقرارها؟ يعني هل تحققت هناك المناعة المجتمعية دكتور؟ إلى الآن ما نقدر نقول أن تحققت مناعة مجتمعية، لأن الأعداد اللي كانت موجودة وتطلع حال سواء في بداية ظهور كورونا أو الحين، الفرق ما نقدر نقول لأن هناك مناعة مجتمعية. لا ننسى أن هناك intervention نسميها
أو التدخلات اللي حطيناها متوالية داخل الكويت، وهي التدخلات هذه التي تمنع انتشار الفيروس. فممكن نعزي ذلك إلى أن في التدخلات هذه بدأت تعطي ثمارها والأعداد قامت تدخل. فإن أقول من الآن أن هذه لا، هذه مناعة مجتمعية من الصعب، خصوصا مناعة مجتمعية ما تكون إلا فوق 70% تقريبا من المجتمع يكون محصن بالمرض. فلا نعتقد أن هناك مناعة مجتمعية داخل الكويت حتى الآن. دكتور أحمد، يعني هناك أنواع من التطعيمات المستخدمة، يعني خاصة يعني في دول الخليج إذا تحدثنا، يعني في مكافحة مرض كورونا، يعني ما هي هذه أنواع التطعيمات الآن بدول الخليج مستخدمة؟ التطعيمات المستخدمة، في تطعيمات بس من فايزر ممكن ما يكون موجود حاليا بالخليج، في أنواع صينية احنا ما فضلنا. شلون فعاليته دكتور اللقاح الصيني؟ بالنسبه لهم احصائيا لا باس فيه، لكن احنا دائما نطمح ان يكون اقصى فعاليه مع اقل اثار جانبيه بالنسبه للفاكسين. فلذلك احنا اتجهنا الى فايزر، هو يعتبر طبعا اللقاح فايزر هو الافضل. ما نقدر نقول افضل، نقدر نقول هو طبعا اول واحد ياخذ الموافقه بالنسبه للاف دي اي. الفايزر من الفاكسينات الجديده التي تعمل بطريقه مغايره للفاكسينات اللي تعرفنا عليها. هو عباره عن ياخذ مسجر ار ان اي نحقنه داخل جسم الانسان، يطلع لنا مناعه، يطلع لنا اجسام مضاده ضد هذا البروتين اللي يصدر نتيجه التطعيم بالمسنجر ار ان اي. فهي التكنولوجيا تعتبر الى حد كبير جديده، لكن ميزتها من ان سريع التصنيع، يعني يتصنع بكميات كبيره ممكن تغطي فيها كميات اكبر بمده اقل، زائد الاجسام المضاده اللي انشاها الجسم بعد التلقيح في هذا التطعيم كانت عددها كبير. فنعتبر فعلا تطعيم دكتور جديد. يعني اين موقعنا الان من خارطه كورونا؟ يعني هل نحن في المرحله قبل الاخيره من فيروس كورونا؟ ما نقدر نقول في المرحله قبل الاخيره، لكن ان شاء الله نكون اقتربنا من المرحله الاخيره اصلا وننتهي من الان. يعني اذا استمرينا بالاشتراطات الى ان تتم التطعيمات ان شاء الله راح تعدي الفتره القادمه بسلاسه وننتهي من المرض بأقل خسائر. بما يتعلق بالتطعيمات، يعني دكتور هناك الشرائح مستبعدة، يعني من التطعيمات، يعني ما هي الشرائح المستبعدة بالدفعة الأولى من هذا اللقاح؟ حاليا بالنسبة للناس الصغار بالعمر ما راح يكون لهم لنا توجه أن نعطيهم بهالفترة هذه. الناس اللي عندهم حساسية، معروف أنه عندهم حساسية بالنسبة للفايزر، أعلنت أن هناك بعض الناس اللي يعانون من حساسية مفرطة. حساسية مفرطة يعني اللي احتاجوا إلى تدخل طبي لنتيجة وجود حساسية في جسمهم، سواء للدواء أو لطعام. يعني هل هناك مرحلة، يعني مراحل عمرية للأطفال يتم استبعادها من تحت 16 سنة حاليا مو موجود. احنا خلينا نقلب السؤال شوي، نقول منو راح نعطي الفاكسين؟ الأولويات تكون راح تكون بالنسبة لنا الطاقم الطبي والصفوف الأولى المواجهة لهذا المرض، لأنهم أكثر احتكاك وعرضة للإصابة بالمرض. والناس اللي عندهم مناعتهم تكون ضعيفة، زائد بعض الأمراض المزمنة، هذيلا والكبار بالعمر طبعا، هذيلا الفئات اللي مستهدفة حاليا من الفاكسينات. نلاحظ يعني أن هناك دول يعني بدأت باللقاحات، بينما دول أخرى يعني دكتور عادت بالإغلاق وتشديد القيود، مثل ألمانيا وإيطاليا اليوم في إجراءات احترازية كبيرة تجرى في بريطانيا. يعني ما هو تفسيرك لهذا الوضع؟ بالطبيعي هذا احنا متوقعينه، وهذا اللي نقول للناس انه مو لا تتخيلون ان وصل تطعيم من اول يوم يومين احنا نبي نعطي تطعيمات معناتها راح نقضي على مرض كورونا. الى ان تتم المناعه المجتمعيه من نظرا للتطعيم احنا معرضين للعدوى. فلذلك البلاد اللي انتشرت فيها او لاحظوا انتشار سريع لكورونا حاليا ما انطروا الفاكسين او ان الفاكسين يغطي المكان، لازم يحطون خطوط الدفاع بالنسبه لهم التي هي حاليا الاغلاق. كل ما
بعدت الناس عن بعض كل ما قل انتشار المرض. ماذا عن الفيروس الآن المنتشر في أوروبا يعني وأيضا بالتحديد بريطانيا يعني ماذا عن تحور هذا الفيروس يعني تحدثنا قبل البرنامج دكتور عن هذا الموضوع. نعم بالنسبة للفيروس هذا فيروس يسمونه RNA فيروس هو من الفيروسات التي تتحور بانتظام وبصورة كبيرة. فإحنا متوقعين أن يكون في تحورات لكن ما مدى تأثير ذلك التحور على انتشار المرض وقوته هذا اللي راح يبين مع الأيام. الدلائل الأولية تقول أكثر انتشارا وأقل خطورة. هذا إحنا يعني في فيروسات أخرى كانت معانا يعني بالتاريخ عرفنا أن فعلا كل ما كانت أكثر انتشارا تكون حدتها تكون أقل. فنرجو أن يكون فعلا حدتها تكون أقل وكما نرجو أن يكون نقدر نغطيه بالفاكسينات الموجودة حاليا. أيضا لمعلومات أكثر يعني دكتور نتوقف قليلا ونذهب إلى بريطانيا. مشاهدينا مع هذا التقرير لنشاهد تداعيات فيروس كورونا في لندن لنشاهد. ثلاثة وعشرون اختلافا جوهريا في التركيبة الجينية للسلالة الجديدة لفيروس كوفيد 19 عن القديمة التي أخذت دول العالم رهينة لعام الكامل. ومما يثير المخاوف بحسب ما أكدته البحوث الطبية وأعلنه رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر صحفي أنها أكثر انتشارا ونقلا للعدوى بنسبة تزيد ب70% عن النسخة القديمة، مما استدعى فرض قيود صارمة واستحداث مرحلة جديدة أكثر خطورة وهي المرحلة الرابعة والتي تفرض حجرا منزليا وإغلاق شامل. نعلم كثير عن السلالة الجديدة وهما دفعنا للتصرف بسرعة وذلك عقب لقاء بأعضاء الحكومة مرتين أمس واليوم لاتخاذ قرار بفرض قيود جديدة على لندن وجنوب شرق وشرق إنجلترا، وهذه المناطق ستدخل في المرحلة الرابعة بإغلاق لجميع المحلات ومراكز الترفيه والصالات الرياضية بما يماثل الإغلاق في شهر نوفمبر، مما يعني البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة. القيود الصارمة استبقت بوقف خدمات السكك الحديدية بين لندن التي لديها 60% من السلالة الجديدة والمناطق الأخرى في بريطانيا تخوفا من انتشار السلالة الجديدة والتي لم تظهر الدراسات حتى الآن أنها قد تستجيب للقاح بحسب ما أكده رئيس اللجنة العلمية، مما يستدعي كذلك تطبيق نفس القيود على أكثر من 350 ألف حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح. We have a vaccine already being rolled out as the Prime Minister. حملة اللقاح ماضية كما هي وهناك احتمالات كبيرة على المستوى المتوسط أن تتحسن الأحوال بشكل كبير وأستبعد أن نعود لما كنا عليه في مارس، لكن هذه السلالة من الفيروس لا توجد أدلة على عدم كفاءة اللقاح معها، لذا أنصح الجميع ومن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح بأخذ الحيطة كي لا تسوء الأمور. منظمة الصحة العالمية أحيطت علما بالتطورات الجديدة ومدى خطورتها على زيادة معدلات الإصابة في العالم، حيث أكدت مارغريت هاريسون المتحدثة باسم المنظمة على أنهم على تواصل مع العلماء في بريطانيا وأن أي قرار حظر السفر يرجع لكل دولة. نعلم أن اللجنة العلمية للحكومة أبلغت بوجود سلالة جديدة ونحن على تواصل مع الحكومة البريطانية لمعرفة المزيد. وبخصوص فرض قيود على السفر لبريطانيا فهذا يرجع لكل دولة على حدة، وننصح باتباع التعليمات للحفاظ على الحياة وانتظار الدور للحصول على اللقاح. الحكومة البريطانية تقرر فرض إغلاق شامل على العاصمة لندن وعدد من المدن الأخرى يشمل جميع مراكز التسوق بعدما لاحظت في الفترة الأخيرة زيادة الإقبال عليها تخوفا من السلالة الجديدة التي قد تنشر معدلات الإصابة بما يفوق قدرات القطاع الصحي. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم من جديد ونرحب مره اخرى بالدكتور احمد المطوع مدير اداره منع العدوى. دكتور احمد اهلا ومرحبا بانضمامك معنا من جديد. يعني العالم الان نقف امام تقارير كثيره يعني تصدر من المواقع التواصل الاجتماعي دكتور عن خطوره هذا اللقاح، يعني وايضا تقارير تتحدث عن امان هذا اللقاح
وهذا الصحيح يعني دكتور. صحيح. يعني لماذا الآن يعني العالم أجمع متخوف من هذا اللقاح؟ في ناس معارضة للقاحات من زمن، سواء كان كورونا ولا من قبل كورونا، هذا معروف لدى الوسط العلمي أن في ناس معارضة للقاح، ودائما ما تعتمد على بعض الأبحاث اللي إحنا ما نعتبرها أبحاث محكمة أو أبحاث فعلا مبنية بأسس علمية صحيحة. أنا أكد أن دائما أي دواء أو فاكسين ما يطلع ويتم الموافق عليه إلا بعد عمل أبحاث كثيرة تدل على سلامته. بالنسبة خلينا نتكلم الحين عن فيروس كورونا والفاكسين اللي قاعد يطلع. احنا ليش سوينا فاكسين؟ احنا سوينا فاكسين على اساس الانسان ما يصاب بالمرض، او اذا اصيب بالمرض تكون اصابته اقل. فالمناعه الطبيعيه، خلينا عشان نفهم شلون يشتغل الفاكسين، خلينا نتكلم عن المناعه الطبيعيه. المناعه الطبيعيه داخل جسم الانسان تتكون من عاده من الخلايا الدم البيضاء. هذه تقوم اول ما يدش عندنا البكتيريا او الفيروس، الجرثومة عموما، تتعرف عليه خلايا اسمها ماكروفاج، خلايا نوع من انواع الخلايا البيضاء، وتاكل الجرثومه هذه او الخليه المصابه بالجرثومه، وتحل الجرثومه وتطلع منها جزء معين. الجزء هذا بروتين هو اللي يستحث المناعه لدى جسم الانسان ان تروح حق الخلايا الليمفاويه بي او تي، وتكونون اجسام مضاده ويبدون في مقاومه المرض، ومقاومته إذا ما تم الإصابة فيه من جديد في المستقبل. هذه هي المناعة الطبيعية. لكن بهالفترة عشان تطلع الخلايا الأجسام المضادة داخل جسم الإنسان يبيلها فترة من الزمن، وخلال هالفترة هذه ممكن تدهور صحة الإنسان ويصاب بتداعيات خطيرة. لذلك إحنا نلجأ للفاكسين. الفاكسين عبارة عن طريقة لاختصار الوقت، أن نعطي على طول الجزء اللي يستحث المناعة خلال تطعيم جسم الإنسان. الجزء هذا عبارة عن جزء يا أما نركبه على نوع من أنواع الفيروسات الغير خطيرة، أو اللي تكون إحنا مسوي لها تضعيف، يكون ضعيفة غير قوية ما تقدر تسوي مرض، ونحط الجزء هذا اللي يستحث المناعة يدش داخل الجسم، جسم الإنسان تتعرف عليه الخلايا المناعية على أن في عندنا نوع جديد من الفيروسات أو الجراثيم التي مفروض أن نقاومها. فكل ما هنالك هو تعجيل لعملية تنشيط مناعة الجسم تجاه هذه الفيروسات الجديدة، زائد تقليل الأعراض. يعني أنا لما أعطي الجزء الصغير الذي يستحث المناعة قاعد ما يعني أخلي مناعة الجسم تطلع من غير ما أصاب بالمرض. فلذلك هو مهم جدا أن نعرف أن هالشيء هذا اللي قاعد نسويه ما هو إلا اختصار لعملية طويلة وتسريع لعملية ظهور أجسام مضادة داخل جسم الإنسان من غير أي خطورة تذكر. إذا تحدثنا يعني دكتور عن جرعات اللقاح، يعني كم عدد جرعات اللقاح التي ستتوفر يعني للشخص الواحد؟ حاليا التطعيمات اللي اتفقنا عليها راح تكون جرعتين، الجرعة الأولى بنقول باليوم الأول أو يوم زيرو، وبعد 21 يوم راح تكون الجرعة الثانية، وذلك لتنشيط والتأكد من أن المناعة فعلا تمت من هذا الفيروس في جسم الإنسان. طيب خلال 21 يوم بين الجرعتين، طبعا على المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الإحترازية. أكيد. لا زال لحد الآن إحنا ما نقول أن التطعيم هو سلاحنا الوحيد، هو جزء. حتى من بعد التطعيم الثاني دكتور؟ بعد التطعيم الثاني بأسبوع تقريبا أو 10 أيام تبدأ نقول إلى حد ما نكون مطمئنين أن يعني مضطرين أن نلتزم كذلك؟ أكيد، التزام بالأشياء الأساسية اللي هي النظافة العامة، عدم الاقتناء الآخرين بصورة كبيرة. هالأشياء هذه لازم نلتزم فيها فترة إلى أن يتم القضاء على هذا المرض. احنا مضطرين ايضا دكتور ان يعني نبحث عن التقارير التي تتحدث وايضا تسبب رعب للمواطنين. هناك ايضا تقارير يعني اشخاص يرفضون اخذ اللقاح بحجه يعني تدمير الخلايا الجسم، يعني ما ردك على هؤلاء دكتور؟ ارد مثل ما شرحت من الاول، تو قاعد اتكلم ان الفاكسين هو عباره عن نعطيكم بس الجزء اللي يستحث المناعة،
ما له شغل بالدي ان اي مال الجسم الانسان، ما راح يغير من جسم الانسان اي شيء، ما هو الا فقط جزء عباره عن بروتين يخلي جسم الانسان يطلع اجسام مضاده لمقاومه المرض اذا ما تم اكتسابه في المستقبل. يعني تطمن دكتور؟ ان شاء الله بالنسبه للفاكسينات اكيد، وتاكد انه مر على مراحل كثيره اللي عملوا الدراسات اللي مدى مأمونيه وفعاليه هذا الفاكسين مو نفس الشركات، هم مجموعه من العلماء مستقلين وابدوا رايهم بكل حريه ان الفاكسين هذا كان فعال ولا. وعلى ذلك احنا شفنا ان في فاكسينات وايد توقفت في نص الطريق في المراحل الثلاثه، ما كملت من المرحله الاولى والثانيه، توقف واعلن ان هذا الفاكسين غير صالح وما نقدر نكمل معه. كلمه اخيره توجهها للساده المشاهدين دكتور. اقول الالتزام، لازم نقول حاليا مهم جدا الالتزام بالارتداء الكمام في الاماكن المغلقه، عدم الاستهتار والمحافظه على التباعد الجسدي هو طريقنا للقضاء على هذا الفيروس. زائد ان شاء الله التطعيمات لما توصل راح تشارك بشكل كبير في القضاء على هذا المرض. الدكتور احمد المطوع مدير اداره منع العدوى، شكرا جزيلا لك واسعدتنا في هذا اللقاء. حياكم الله. شكرا. اذا مشاهدينا فاصل ونواصل ان شاء الله. إذن مشاهدين نصل لنهاية هذه الحلقة من برنامج معاكم، وإن شاء الله غدا سوف نستمر في تغطية هذا البرنامج، ونترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.